السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنحل شوية أسئلة على البريدك تيبل للسكند يير بريباراتري سكول. السؤال الأولاني هنا بيقول What phenomenon was Moseley observing and measuring for different elements when he proposed the ordering of elements could be related to their atomic number. Okay. لو احنا فاكرين في الفيديو اللي فات اتكلمنا على انه موزلي رتب الكيميكال elements حسب الاتوميك نمبر باستخدام ايه؟ باستخدام الاكس راي. اوكي، يبقى الاكس راي هي دي الفينومينون اللي استخدمها موزلي في ترتيب الكيميكال elements حسب الاتوميك نمبر. اوكي، يبقى الاكس راي. السؤال الثاني which particles number in the nucleus of an atom is the ordering of elements in the modern periodic table based on. احنا لو فاكرين النيوكليس موجودة هنا جواها حاجتين، جوه النيوكليس فيه حاجتين، في بروتونز وفي نيوترونز. البروتونز دي اللي هي بوزيتيفلي تشارج، نيوترون دي زيرو تشارج، نيوترال يعني. اوكي، فالبارتيكلز اللي احنا بنعتمد عليها في الاوردرنج اوف اليمنتس اللي هي ايه؟ اللي هي البروتونز اللي هي البوزيتيفلي charged. اوكي، يبقى اذا الاجابه الصحيحه هي البروتون. اوكي، لا الفوتون ولا البوزون ولا النيوترون ولا الجولون. اوكي، البروتون. طيب السؤال الثالث بيقول لي موزليز ايديا ذات ذا اوردرنج اوف اليمنتس كود بي ريليتد تو ذير اتوميك نمبر فولود the discovery that the nucleus of an atom contains positively charged particles called protons. Who made that discovery? مين اللي اكتشف انه there is a particle which is positively charged inside the nucleus؟ مين اللي هو راسفورد؟ اوكي. طب السؤال الرابع بيقول لي مندليف left gap in his periodic table. Why did he do that? To make the table easier to read, so the table could have a square shape, to predict the existence of undiscovered elements, because there were elements that didn't fit his pattern and so were excluded, to separate metals and non-metals. لو فاكرين احنا في الفيديو اللي فات احنا اتكلمنا هو ليه ساب جاب في البريودك تيبل بتاعه علشان to predict the existence of undiscovered element. اوكي، اللي هي C، ساب جاب علشان لقى انه في missing elements هتبقى موجودة هنا، فلما يكتشفوها يبقى في مكان في البريوديك تيبل يقدروا يحطوها فيه. تمام. طيب السؤال الخامس How did Moseley propose the periodic table should be ordered؟ لو احنا فاكرين ان احنا عندنا مندليف قال انه حسب الاتوميك ويت، ده مندليف، لكن موزلي باستخدام الاكس رايز قال هعملها حسب الايه؟ الاتوميك نمبر، لانه الاصح
انه اعمل اوردرنج للتيبل للاليمنت حسب الاتوميك نمبر. يبقى اذا باي اتوميك نمبر، لكن الاتوميك ويت دي اللي كان بروبوزد باي مين، باي مندليف. طب السؤال السادس، one of the problems Mendeleev had with his periodic table was different forms of the same elements with different atomic weight. What name is given to those different forms? هنا بيتكلم على انه في مشكلة من المشاكل اللي قابلها مندليف في البريوديك تيبل بتاعه، اللي هي different forms من same element، يعني element زي الهيدروجين ولقى فيه اكتر من form زي هيدروجين 1 هيدروجين 2 هيدروجين 3 وكلهم هيدروجين بس 3 different forms. فسمى دول ايه؟ هل ايزوبارز ولا ايزومرز ولا ايزوتونيك ولا ايزوتونز ولا ايزوتوبز؟ ايزوتوبز. اوكي، دي اللي هي same element with different forms، same element with different forms. طيب السؤال السابع، how did Mendeleev order his periodic table؟ احنا قلنا لسه دلوقتي احنا عندنا two orders. Mendeleev عمل الاوردر بتاع الكيميكال elements حسب الايه؟ الاتوميك ويت، صح؟ لكن موزلي عمل الاوردرنج حسب الايه؟ الاتوميك نمبر. طب احنا هنا بنتكلم على مندليف، يبقى ايه؟ باي اتوميك ويت. يبقى هو قسمها او عمل الاوردرنج للبريوديك تيبل بتاعه حسب الاتوميك ويت. السؤال الثامن، the image below shows a part of the modern periodic table. The highlighted elements tellurium and iodine are not in order of atomic weight. هنا التلوريوم لو لاحظنا ان هو 128، هنا الايودين 127. لو لاحظنا ان هو حط ال 128 تلوريوم قبل الايودين 127، مع انه المفروض الايودين يجي الاول وبعديه التريليوم، لان ده 127 وده 128. Why might Mendeleev have changed the order of this element؟ ليه Mendeleev حط الايودين هنا مع انه المفروض كان يحطه هنا، وحط التريليوم هنا مع انه المفروض يحطه العكس؟ ليه عكس دول؟ اوكي، بيقول لك because Mendeleev thought the atomic mass of iodine was wrong ولا because iodine is denser than tellurium ولا to put them in groups that better suit their properties ولا because tellurium is a metal whereas iodine is non-metal ولا because tellurium was discovered before iodine. لا، ليه؟ هيبقى السيل، لانه انت لو فاكرين انه هو عم مندليف كان بيحط كل الكيميكالز element اللي ليها بروبرتيز متشابهة في جروب مع بعض، فلان الايودين بيتشابه مع الفلورين والكلورين والبرومين فراح حطه مع الجروب بتاعهم، مع انه هو الاتوميك ماس بتاعه اقل من التريليوم. يبقى ليه عكس الوضع بتاع الايودين والتريليوم؟ علشان to put them in groups that better suits their chemical أو to their properties اللي هي C. طب the symbols and information for five elements are shown below. هنا عندنا الكوبالت، الكبر، الايرن، النيكل، المنجنيز. اوكي، واعطيني هنا الاتوميك ويت بتاعهم، اوكي، والاتوميك نمبر موجود فوق. تمام،
How would these elements be ordering according Moseley periodic table? احنا لازم نعرف او نفتكر ان Moseley order الكيميكال elements حسب ايه؟ حسب الاتوميك نمبر. اوكي، طب فين الاتوميك نمبر هنا؟ اللي هو فوق ده 27 29 26 28 25. يبقى اذا هنشوف هنا هتلاقي 25 الاول، بعديها 26، بعديها 27، بعديها 28، بعديها 29. انا واحد ايه ولا بي ولا سي اللي ماشي كده؟ هنلاقي الاي 25 26 27 28 29 اللي هو هنا ماشي حسب ترتيب الاتوميك ايه نمبر. يبقى اذا ايه هي الاجابة الصحيحة؟ السؤال العاشر بيقول A simplified layout of Mendeleev's periodic table is shown below. What name did he give to the rows of the table that showed the repeating periodic element؟ هو عايز هنا ده تقريبا diagram للperiodic table بتاع Mendeleev. عامل هنا روز صفوف وفي أعمدة، عايز يعرف الاسم بتاع الصفوف دي. اوكي، عطاها اسم ايه؟ طبعا عطاها اسم الايه؟ بيريود. اما الأعمدة عطاها اسم ايه؟ جروب. طب يبقى هنا اسم الصفوف دي ايه؟ هل بيلرز؟ هل بلوكس؟ هل بيريودز؟ هل اريز؟ هل جروبز؟ لا، هي ايه؟ بيريودز. اوكي، يبقى الإجابة الصحيحة periods. أما الجروب هتبقى إمتى صح؟ الجروب هتبقى صح لو كان بيتكلم على الكولمز دي اللي احنا بنسميها groups، أما دي بنسميها ايه؟ periods. اوكي okay.